السلام عليكم ورحمة الله. حالة جديدة لشفروليه تاهو موديل 2012. صارت عند العميل مشكلة في طرمبة الموية وغيرها على حسب كلامه أصلية جديدة. بعدها صارت عنده المراوح شغالة على طول فترة وانفجر الريديتر وراح غير ريديتر السيارة ولا زالت المراوح معلقة. فحصت السيارة بالكمبيوتر وراح أوريكم الكود اللي ظهر معي. طبعا ظهرت معنا مجموعة من الأكواد، ولكن اللي يهمنا في الموضوع هو الكود رقم P1258 اللي يقول Engine Coolant Over Temperature، إنه درجة حرارة المحرك عالية جدا. Protection Mode Active، تم تفعيل وضع الحماية. إيش هو وضع الحماية؟ يخلي المراوح شغالة على طول عشان تساعد في تبريد السيارة لأنها تعرضت لحرارة عالية، وحسب كلام العميل فعلا تعرضت إلى حرارة عالية. طيب بعد ما مسحنا الكود صارت السيارة طفيت مراوحها، ولكن انتظرناها عشان نتأكد. اشتغلت المراوح مرة ثانية على درجة حرارة 94 مئوية ولكن ما هي راضية تطفي. الحرارة ثابتة على 94 93 92 أقل شيء وصلت له، والمراوح مستمرة في العمل. جيت أشيك لقيت الريديتر أصلا يا جماعة بارد، يعني تخيلوا درجة حرارة على حسب الكمبيوتر 94، وأمسك الريديتر ألقاه بارد. وأيضا أمسك اللي حق الريديتر اللي حق دورة التبريد أحصله بارد، وهذا دليل على إيش؟ على عدم دوران سائل التبريد بشكل صحيح، مع أنه العميل مغير طرمبة مغير بلف ومغير ريديتر. شغالين الآن على السيارة، حيشوفها الأخ مهدي ونقول لكم بإذن الله تعالى وش تطلع مشكلتها. والآن الشيخ مهدي قاعد يسوي لنا ابتكاراته. مهدي حبيبي، ايش توقعاتك للمشكله في السياره هذه؟ والله للان ما اقدر احدد، لكن ترمبه شكلها ما تدفعها وان البلف ما يفتح. مغيرها جديده العميل هنا، ما احضر بسيط اقول لك هذا الامرين. يلا توكلنا على الحين. حاط هذه ليش؟ ابغى المويه، شوف دفع المويه كم مستوى. هذا الخارج من الريديتر والرايح لمين؟ هذا رايح للماكينه. رايح للماكينه، طالع من الماكينه رايح للريديتر. حلوين، نشوف يطلع بعد الحراره. تبغى تشغل وتشوف هل في دفع؟ بس توكل على الله، نبغى نشوف الموية قاعدة تدور ولا لا. بسم الله بيشغل السيارة. يا رجل نقاط، إنف ما في دم. طيب يا شيخ مهدي، الآن بعد ما الموية ما دفعت بدأت تتقلص الاحتمالات ولا باقي زي ما هي؟ باقي الاحتمالات زي ما هي، بس ما نتأكد. ايش بتتأكد؟ ايش الخطوة الثانية؟ نفك البلف ونشبكه دايركت ونشوف. طيب. هل دفع الطرمبة قوي ولا؟ إذن بيفكون الشباب البلف الآن علشان يتأكدون. أما الموية فهي ما هي قاعدة تدور، السيارة صار له كم يوم ماشي عليها والموية أصلا ما هي قاعدة تدور، فالله يستر على المحرك. طبعا المحرك يا شباب على العداد جوا ما كانت ترتفع حرارته، تمام؟ ولكن نقول ان شاء الله انه امور المحرك لا زالت سليمه. طبعا العميل جانا بس يقول برمجوا لي السياره، عندي المراوح شغاله على طول، يعني ما كان يعرف انه اصلا المويه ما هي قاعده تدور في المحرك. شغاله 100%، شغل اشوف. فكينا البلف وعلى طول قاعده تجي مويه، ولا انا اتخيل؟ الآن بدأت دور الموية، الريديتر صار حار، الموية دارت في السيارة. إيش المشكلة يا شيخ مهدي إلى الآن؟ شكلها إلى الآن نشوف في البلف. البلف مع أنه مغيرينه جديد، فبنتأكد منها على الكمبيوتر ونشوف الآن كم توصل درجة حرارتها. بالأول كانت تتوقف على 94 93 92 كأقل حرارة وما تنزل عنها. طبعا هذا لا يعني اننا بنلغي البلف، احنا ما راح نلغي البلف، راح نركب بلف اصلي جديد مع انه للتو غيره. طبعا يا شباب الغاء البلف ليس حل زي ما ذكرت لكم، ولكن احنا نبغى نتاكد فقط من السياره اذا صار وضعها تمام، تاكدنا ان الطرمبه سليمه، دوره سائل التبريد سليمه، بنروح نشتري لها بلف اصلي جديد من الوكاله وليس من محل اخر. الآن نراقب الحرارة ونشوف إذا وصلت على المية
لازم تشتغل المراوح لما توصل على 100 هنا. فعليا هي على 94 درجة مئوية مفروض تشتغل المراوح في السيارة هذه. طبعا قد تختلف الأرقام من سيارة إلى أخرى، ولكن في هذه الحدود إذا اشتغلت المراوح بردت السيارة بعدين طفيت المراوح، كذا خلاص تأكدت أنا 100% أنه البلف فقط هو المشكلة، ونجيب للسيارة بلف. لازلت أراكب، والآن هذا الـ ECT. إيش معنى ECT؟ يعني Engine Coolant Temperature، بعدين سنسور حساس درجة الحرارة، واصلة الآن 92، ولا زالت كل المراوح أوف شايفينها، ودرجة الحرارة على العداد تقريبا المنتصف. بنتظرها وبشوف متى تشتغل المراوح. للتو واحد من الأخوان يرسل يقول حصلت لي نفس المشكلة، والمسألة برمجة وسلامتك. ليست كل الأعطال مثل عطل سيارتك يا رجل، السيارة هذه الموية ما تدور، يعني المراوح شغالة بسبب حرارة عالية، فليس دائما كل عطل مثل عطل سيارتك. احنا قاعدين نتبع أساليب صحيحة في التشخيص، وكل عطل يختلف عن الآخر، وقد تتشابه بعض الأعطال. الآن وصلت 94 درجة الحرارة زي ما انتم شايفين، وننتظر نشوف ان شاء الله تشتغل المروحة وترجع تنطفئ. اذا اشتغلت ورجعت انطفأت ونزلت معي الحرارة، خلاص امورنا في السليم، نروح نجيب للسيارة بلف حرارة جديد. يمكن لاحظتوا الان اشتغلت المروحة، صارت اون تمام، اظن طلعت في السناب السابقة. نبغى نشوف الى كم تنزل درجة الحرارة وبعدين تنطفئ المروحة. صارت 93. بالأول ما كانت عندي درجة الحرارة تنزل أقل من 92، الآن 92 ولازلنا مستمرين. 91، خلاص أنا كسرت الرقم، كانت أقل شيء توصل 91 لأن الموية ما هي راضية تدور. طبعا هذا الكلام في حالة الوقوف. 90 ولازالت مستمرة. 89 أمورنا في السليم، يلا كمل. ممكن أعطيها دعسة بنزين شوية أساعد. 88 أوف انطفأت المروحة. الآن خلاص المروحة صارت عندي تشتغل وتنطفئ على عكس السابق. شيخ مهدي راقبت السيارة، وصلت 94 اشتغلت المروحة، وصلت 88 انطفأت المروحة. كويس. المطلوب مني وش أجيب لك؟ بلف حرارة. بيض الله وجهك. غيره طلبات أخرى؟ موية، موية راديتر أصلية. غيره؟ ولا شيء. اجيب لك من الوكاله ولا؟ لا لا، بلف الحراره يكفي من العميل حقك. قطع ما هو ضروري يكون يعني. يا اخي بس افضل انا انك تجيب من الوكاله عشان تريح مخك. والله هذا جايب لنا من الوكاله كامل. لا هو يقول اصلي، يقول اصلي بس ما هو من الوكاله. يقول ما جابه من الوكاله. اي نعم. فخليني المفروض والله القطع اللي زي كذا حساسه لازم تجي. اذا استميحك عذرا، انا رايح للوكاله. سلام عليكم. السلام ورحمه الله. لاحظوا الآن ما شاء الله وصلت إلى 85 ولا زالت المروحة منطفئة، ومتجه للوكالة. No communication، ما أدري إيش اللي صار، فصلنا الفيش ورايحين للوكالة نجيب لها قطع. هذا فورد إكسبلورر 2010، من أكثر السيارات اللي ممكن تعطل ضفائرها والكمبيوتر. سيارة تنطفئ بعد حوالي ساعة من التشغيل بشكل مفاجئ. الآن الكمبرسر شغال مع أن المكيف مطفي. بوريكم الآن المكيف، هذا المكيف شايفينه على الأوف، مع ذلك الكمبرسر شابك تمام. بوريكم إيش بسوي. هذه موية، نفتح الموية وبنصب على الكمبيوتر شوية موية يبرد، على طول انطفأ الكمبرسر وهدت المراوح من عملها. هذا دليل على أن الكمبيوتر يعاني من مشكلة بسبب الحرارة. طبعا أحيانا تكون عملية عكسية، المكيف ما يشتغل، وإذا بردنا الكمبيوتر يصير يشتغل. فكلتا الحالتين تعني ان الكمبيوتر في خلل ولا بد من استبداله للاسف. سعر الكمبيوتر شوي مرتفع، سعر الضفيره 900. والان هذا التاهو تم تغيير بلف الحراره،
بعدين نجربه. خلينا نشوف حرارة الريديتر. لاحظوا الآن قاعدين نقيس درجة حرارة الريديتر، واصلة تقريبا للخمسة وسبعين مئوي، على عكس السابق ما كان يسخن الريديتر نهائيا، كان درجة حرارة الريديتر هي درجة الحرارة السابقة. طيب لا زالت قاعدة ترتفع، وبنروح على شاشة الكمبيوتر ونراقب السيارة. ولاحظوا معي على الجهاز، الحقل الأول هو درجة الحرارة، والحقل الثاني أنا مرتبها اللي هي المروحة. وخلينا نشوف لما توصل 94 مباشرة الحقل هذا راح يصير أون، وبالتالي نقول المروحة اشتغلت. وبعد ما تنزل إلى 88 مرة ثانية راح تصير هذه أوف. براقب لين تقرب على 93 94 كذا، وأدخل معاكم بالفيديو. طبعا الارتفاع جدا بطيء الآن، على عكس السابق كان على طول تروح طيارة على 94، لكن الآن مرة بطيء. ليش مرة بطيء؟ لأن الموية أو سائل التبريد صار يدور فيساعد في التبريد، فما هي قاعدة توصل درجة حرارة 94 بسهولة، على عكس السابق الموية ما تدور فمباشرة ترتفع الحرارة 94 بشكل سريع. لو صرت الآن أرسلت الشباب يدوسوا له بنزين شوية، قلت علشان إيش؟ أرفع الحرارة. قاعدة تنزل مع أنه المروحة لسه ما اشتغلت، لأنه الطرمبة طبعا قاعدة تدور بشكل أسرع مع دوسة البنزين. فبالتالي إن شاء الله أمورنا في السليم، ولكن لازم أوصلها 94 حتى لو أضطر أمشي فيها عشان أتأكد. الآن وصلت 94 واشتغلت المروحة، طبعا بعد عناء شديد لين وصلتها 94. وننتظر ونشوف كيف تنزل معانا الحرارة وتطفى المروحة. إذا نزلت الحرارة وطفت المروحة خلاص احنا كذا نقول خلصنا شغلنا. الآن 93، طبعا السيارة واقفة، لو السيارة ماشية حتنزل أسرع بفعل الهواء، لأنه الهواء قاعد يضرب السيارة. كمان المكيف طافي، أنا مطفي المكيف، لأن المكيف إذا شغال راح تبرد أسرع، لأن المراوح راح تشتغل بأسرع سرعة ممكنة. أعتقد السيارة هذه فيها ثلاث سرعات. والآن 89، ننتظر مرحلة 88 عشان نشوف المروحة أوف. 88 رجعت 89، لازالت متذبذبة، دعست لها شوية بنزين أنا. يلا نبغاكم تشوفونها لايف، بس نبغاكم تشوفونها لايف، فمدري متى تجي عشان كذا سامحونا نطول عليكم بالفيديوهات للفائدة. وإن شاء الله بعد ما ننتهي من هذا الفيديو راح نرفعه لكم أيضا على اليوتيوب. قاعدة تذبذب، ترتفع وتنزل قليلا، طبعا وضع طبيعي جدا. ما لحقت أصور اللقطة، أول ما جت 88 على طول صارت أوف. وبكذا نقول شغلنا 100% بإذن الله تعالى، ونأسف على الإطالة، ونستودعكم الله ونلتقيكم على خير. راح نرفع لكم هذا المقطع على اليوتيوب للفائدة. لا تنسوا طبعا تنشروا الفيديو لكل أصحابكم، وخصوصا المهتمين بالسيارات. وإذا عجبكم المقطع أعطونا لايك وانشروا المقطع، ولا تنسونا من دعاكم.